الوضع كتير حساس، كتير ستريس، ركض براكت، حمل سائلة نقص، وجع راس، ضغط بضغط، ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت، بتروح تا تشرب كيس، بتحط الفوقك والتحت، بوعصبك معجوق، عم بتفركش بغراضي، عشغلي لازم سوق، في عشقة مثل العادة، مأخر بوصل محقون، حمياني البواتير، تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور، صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور، والتنورة وجزداني على لون الشاسير، فضت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور، ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور، أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي، أكبرك يا ماما، عم بفلح مثل السطل وما عم يدفعولي شي، إيه والله يا سطلي، قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريديور، ما بظهر من البيت بس يبلش كوميكاتور. ألو حياتي، كيفك يا قلبي؟ تمام؟ ماشي الحال حبيبي، وانت؟ الحمد لله الحمد لله. ليك يا قلبي، أنا هيدا الشهر مش رح فيي احول لك المصروف، مش رح فيي احول لك المصروف، اوكي؟ ما بعرف، دبري حالك. طيب حبيبي خلص. طب خلص يا قلبي، ما رح ابعث لك 100 بوصه بدالهم، ما تعطلي هم. اوكي؟ خلص ما تعطلي هم، ماشي الحال ماشي الحال. يلا الله بعين. اوكي حبيبي. باي. الو، هاي حبيبي، كيفك؟ ايه حياتي، كيفك يا قلبي؟ منيحه الحمد لله الحمد لله. طمنيني، شو عملتي يا حبيبي؟ كيف 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 زبطتي حالك بالمصروف؟ شو عملتي انت؟ ما تعتلهم ال100 بوصه اللي اعطيتني اياهم صرفتهم. خي طبريني، خبرك كيف؟ ما خبرك كيف، بياع الحليب كل ما عم يجي لعندي عم بعطيه بوصتين. بياع الحليب، الخضرجة 7 بوصات، الله وكيلك، حسب قد سعر الكيلو الخضرجة، تبع الموتور وتبع الاشتراك وتبع الساتلايت، وكلهم كل يوم هيك 3 على الماشي كل يوم، وتبع البنزين كمان، كل ما روح بدي اعبي 7 بوصات عم بعطي، ومش بس هيك، صاحب الشقه عم بعطيه كمان 5 بوصات، والناطور بوصتين على الماشي على الطلعه وعلى النزله، هيك ما حدا عم يطلب مني مصاري، شو بدي اقول لك اكثر من هيك؟ بعدين بعد عندي 20 بوصه هلا لاخر الشهر، يعني بكفوني. ليك خلص ما بقى تبعت مصاري، خليك عم تبعت بوسات، لانه اسهل طريقه وصراحه انه الكل عم بحبوا هالشيء. يا حبيبي لحظه، اجى الميكانيسيان، بدي اروح حاسبه وبرجع بحكيك. باي حبيبي. يلا جاي. بونسوار. ما تاخذني وعيتك اخر هالليل. شو في يا جار؟ شو في؟ انتبه يا جار، ماية الشرب مسممة، اوعى تشرب منها. شو عم تحكي؟ ليه؟ بدي اشوف رئيس اللجنة، ما بعرف. يلا باي. ما تاخذنا، اوعى. ميرسي، يعطيك العافية. خير حبيبي، شو في؟ ما في شيء حياتي، خلص اشربي وفوتي نامي، ما في شيء. كوميكاتور صوتك. لو وطي صوتك وانا بتلك. حرامي. وطي صوتك. حرامي. حرامي. لك وطي صوتك وانا بختصرك. حرامي. 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 شو هيدا را؟ العمو بقلبه حرامي وكذاب. اتعكف في المهمة. العمو بقلبك. كوميكاتور. كوميكاتور. يا خيي. شو يا اختي؟ تعال شوي. يلا زيد زيد. سرع شوي. زيد يا عمي. شو؟ هيك تقبرنا. شو؟ قولي.
خذ هذا التليفون جيب لي شارجور، انا ماني قادر اقوم تعبانه كثير. ليش شارجورك وين؟ خرب. اه بشرفك، اهم شيء يكون منيح واصلي. ايه بس مش هلا، بس ارجع من الشغل على شيء وكون معك لانه هلا مشغول. طيب بس بدك، بس اهم شيء يكون منيح يعني. ايه ما تعطلي هم، سلامتك. باي باي. اختي اختي قومي قومي. رجعت؟ لا بعدني هونيك، هلا راجع. ايه رجعت. جبت له الشارجور؟ ايه الشارجور. ايه احو ها تفضلي اختي. مرسي. يا اهلا مبروك. وين التليفون؟ التليفون ما بعته لجيب لك الشارجور، هيدا الاصلي السريع. مبروك. لك انت خيي؟ انت خيي؟ اي انت خيي؟ الو ايه منير، منير عم تسمعني؟ ايه ايه كنت عم بقول لك بروق صوب اليوم عشيه. يا زلمه انت ما زبط وقفتك خي، مش عم بسمعك مزبوط. طيب ليك مروق صوب اليوم شي ساعه 9، نقعد هيك كاس وعشاء على الخفيف ما عبال يظهر. ايه ليك مش عم بسمعك. الو منير اذا عم تسمعني عظيم، اذا عم تسمعني ناطرك على 9، ما تعمل لي مشاريع، ناطرك عندي بالبيت كاس عرق على الخفيف وهيك. لعبه مازه وقريبه. ايه باي باي باي. شو هالخطوط هيدي له؟ مرحبا. اهلا شو عنا؟ ما عنا شيء. حدا حكيك في عنا شي مشكلة؟ ولا استاذ، ما انت من شوي حكيتني. انا حكيتك؟ لك ايه كيف مش انت حكيتني؟ خي انا حكيت مع منير رفيق. لك انا منير كهربجي، مش قلت لي انك رايخية على وميزة ما ميزة؟ لحظة يا شوي، ما توخذنا يا خي انا مغلبت بالكونتاكس. اه كان قصدي رفيقي منير. ايه شو العمل؟ تفضل اهلا وسهلا، مش مشكلة حبيبي. انا اعزك تفضل اهلا وسهلا. $50 كلناها. كوميكاتور. الو صباحو شربول. مين توني؟ ايه توني شو بك؟ شو حسك بطلت تعرف تقرا؟ ما ببين عندك على التليفون. لا 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 خي، بس لان ماني قادر. ليه هيك صوتك؟ شو بك؟ شو صاير معك؟ انا بالمستشفى. شو عم تستلمني هلا؟ من ساعتين شفتك بالمطعم هيدا على نهر الموت. كان معك وحده شقره شلخه ولا منيه؟ ايه بعرف بعرف، ما مرتي كمان شافتني، مشان هيك انا بالمستشفى. ايه اكلها. جايلك جايلك. اف من نشاب بصراحه لازم اعطيه رقمه. شو هاي هاي تمام جود توني صحه. كنت قاعد هون بتطلع فيك هيك لقيت عيونك كثير حلوين، فقلت نقوم نحكي مع بعض، مش احلى انه اقرب. مزبوط صح. فيني اخذ تليفونك؟ رقم تليفوني؟ ايه اكيد. حرامي حرامي وحيو تعال هون. تاخذي قهوة؟ نو ثانك يو. ابدا؟ بس تعرف عن جد اكله طيب. اه معنا قصدت منه جوعان. نو ثانك يو تاخرنا اصلا ثلث ساعة. لا عشان لازم امشي. تاخرت وقت. فاللي كنت بدي اخبرك اياه انه من الاخر انا عندي مينيموم. يعني منيموم. انا ما بحب السيارات اللي هيك 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 كركوعة ما كركوعة. انا اذا بطلع بسيارة ما بطلع الا بلامبورغيني فيراري، هدول الهاي عن جد الهاي؟ الهاي ايه. يعني ما بتخيل الشريك المستقبلي مثلا يكون عنده سيارة
منا هاي ايه ما في ما بتحمل اتخيل رايح انا وياه شي يوم على عرس ما في برستيج بالموضوع بدي فوت انا وياه بده هيك يقولوا شو السياره الحلوه عرفت ضروري ايه ضروري اهم شيء انا بالنسبه لقلب بحب أوكي. بحب هالشيء عندي انا بس انه بهالكلمه يعني اليوم مين قادر يشتري هيك سيارات تبي مش قصه الماديات يعني الجوار سرقه بيخاف الواحد انا مش هناك مع بسترجي يعني اشتري فراري بكل صراحه هلا بصراحه يعني انه انت فارقه معك كثير ما بيجي بكون معه هيدي السياره بيكون انه حتى انشورنس اكيد بلكي جمعت الجيب بشوفه ايه فانه في منهم بالموضوع انه انت اذا عندك اياه للمينيموم اوكي ما عندك اياه ما تعذب حالك لا انا عندي اياه للمينيموم موجود عندي لانه الاخر ما بيطلع بسياره كركوعه ما قلت لك هاي لكن انبسطت فيك أنا كمان ان شاء الله منعيده ان شاء الله يلا اوكي بدي رفقك على سيارتي رفقنا يلا فانا هلا رح بسك على سيارتك كمان صفه بي اي باركينج حبيبي روق وصلت ها هاي سيارتي نعم لحظة بس يي واللامبرجيني والتفشيق شبهون صار لك ساعة بتعملي لي فيها انه انت ما بهمك شو اسمه ولا برستي ما بهمني ايه؟ ما بهمني اوكي ايه عم اقول لك حلوين وهيك بس مش معناته انه انا عندي عن جد بدك شيء لا سلامتك يلا باي باي يا الله يا جورج كل مره بتجيني بخبريش انت وطوني كيروز ايه شو انت يعني؟ وطوني كيروز ايه انا وطوني كيروز خلص يا اخي شلته من حساباتي تركني منه اوف 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 دغري شلته من حسابات لك شو عمل لك الزلمه لك كيف شو عمل لي كيف شو عمل لي يا خي انا بدي ضلني اتحمله مع كل شيء عمله خلص خي انا عاود حركاته البلا طعمه ما بقدر اتحمله يا الله قاضي الاولاد شنق حاله والعشره والخبز والملح اللي انت وياه قعداتنا نحن وصغار هيك بكره ما لحظه ما انا يعني شو اللي مزعلني فكرك ما انه اكل شارب نايم عندي بالبيت بيتي بيته وبيته وبيتي 20 سنه معلش يعني هلا اذا توظف لي وظيفه مرتبه وصار معه شويه مصاري بده يقعد يشوف حاله علينا ان شاء الله عمره ما بيصير معي مصاري اذا هيك بدها تصير اخلاقي توني كيروز شايف بحاله اي نعم توني كيروز شايف بحاله صدقني انت اكثر واحد بتعرفه لتوني كيروز انا بعرفه بس بتغير يا خي هلا امسح بدقنا يا خلينا نروح لعنده مشوار طلع كيف هو لك جورج بليز كرمالك لك معلل راسه ونخخ لحاله لك كيف هو اهلا انطو حبيب قلبي عرس هلا كيفك ابو جراج منيح هلا لك يفوت طلع لي نفخ بصدره وبنخيره يدقه بالسما بنخيرك بعد انا عني ايه عشو راسك بالسما يومين ثلاثه بتقطع ما في مرحبا شو بك يا حبيبي ليش معصب اول شيء ليش عم تحكي بالطريقه لا كان عم بقلب لشوي كان عم بيحكي علي لا ايه عم بحكي عليك بدي خاف منك اسكوت ما بقى تدافع عنه انت شو في يا ابو جراش شو في بقى على البحصه اي بحصه صخره شو هي لك يومين ثلاثه لك حش تعمل لي حركه خيبه معلش شي حاج نافخ حالك وشايف حالك علينا قول مرحبا انت وقاطع بالقليله انا على طول بقول مرحبا مين شايف حاله على التاني راسك بالسما هيك راسك بالسما ومنخيرك فوق ونفخ لي صدرك وماشي لي هيك شو خص يا حبيبي انا مصنج الي جمعه ما في حرك رقبتي ما انك عم تلاحظني كيف ضلني مصنج مثل الروبو ولو يا ابو جريج عيب الشوم شو هالتحليل اللي عندك ايه شايفه مصنش عشو بدك تكبر راس يا اخي ما مصنش زلمه قلت لك بتعاتب على قصص ما لها طعمه روح انا مين اغلى واحد بحياتي انا جبت لك هديه ما خليت محل بلبنان الا ما فتحت طب شوف هيت انا بتحرقص على قضيه مرسي حياتي حبيبي وكيف تجرى السنه انا قبل ما اهديكي حياتي بصراحه قلت انه بكون وقعها اذا ما انا جبت لك قبل يا حبيبه قلبي انت ما بعرف يعني مين في اغلى منك تخاف لا شو عم تحكي ساعه شفت ساعه حلوه لحظه بشرفك قد ايه حلوه حياتي هلا يعني لانه منك ولانه سيلو جيست كي كونت وهالاخبار يعني بس يا حياتي طب انه معقول جايبتي لي ساعه تقليد
مين قالك انه تقليد؟ لك جربها جربها جربها، حطها بايدك وجربها. لك كيف بدي جربها وحطها بايدي؟ قالك هدول 4-5000 دولار بجيب لك اياه. يا حياتي شو الهديه بالمصاري؟ هلا ما جبت لك اياه. يلا لا الهديه مش بالمصاري، انا يعني بموت وبعيش بالشغل كرمال جيب لك وادفع لك حق الذهب وكل ساعه بجيبها. بتجي مش معقوله. يا الله جربها جربها عم لك جربها. وشو يا عم وين بحط راسي انا بين زملائي واصحابي واهلي؟ وين وين هي؟ شو هي هديه؟ بجربها حتى شوف شو حلوة. عمري لا الله. بعدين كبوس فيك تروقي شوي؟ كبوس من غير شي جايبتي لي الساعة لك هيدا الورقة كادو أغلى منها يمكن. هلا مش بقيمتها للشغل. يلا بسرعة أنا تحمست أكتر منك. كبوس فوين؟ هون؟ ايه بتضوي وموف وأزرق صوت. لحظة لحظة خليني أشوفها بالعتمة. ايه عن الشباب. ايه والله بكير بعده شاب اول عمر. بكر كتير. طب لك خيي لنجي هلا للجد بدنا نوقف عند اهله. اكيد. شو عايزين بالماديات؟ شو عنا تكاليف؟ شو يا خيي قعدت عملت حسابات وجردة هديك المرة. أوكي. بدك تروح على محل دفن موتى التابوت توسع عليه. بدك بدلة، بدك حدا يحممه، السيارة تبع نقل الموتى. يعني هيدي بتطلع 1000 و5000 موصله عشي مرتب انا. طيب. لانه عندك للتعازف عندك لحم بعجين. لحم بعجين وقهوة. ما تكترون 5 باكيتات بان ما تقدر 5 باكيتات بان ولحم بعجين. يعني عندك اذا بدك تقول كيف ما كان 200 دولار للحم بعجين. بدنا نكتر ما قلنا عين. وعنا للبان بدك تكتر كمان. ايه وفي عندك صالة بدنا نستأجرها يا امي. صالة اجاراتهم غاليين الصالات. يعني 500 في صالة ما تخزن بتعطيك تحت 500 دولار بدك اللي 500 دولار يا عمي. ما انا علي تركة ما تعتلهم. طيب عائلتنا كبيرة بتوصل. يعني عندك 1000 اول شيء شو قلنا 1000 2000 و200 و1005 و500 رح بعجين و3000 يعني تقريبا يعني شيء 4500 كلها بعدها بدها تكلف. روح احسبه غير هون. روح احسبه في قوة كتير. ما بتخلوا حدا يموت. لاحقين للهون. كوميكاتور كوميكاتور. شربون. اهلا اهلا شباب. كيفك؟ ماشي الحال. تمام ان شاء الله ما تاخرنا عليك. ولك يا خيي ما قلت لكم تعوا بكير تنربح نهارنا من اول. وليش بتصيروا تعملوا هيك يا زلمه انتم؟ طلع له معنا كمان. شو خيي نحن قاعدين عم نجيب الاغراض وانت قاعد رخي هون. طب يلا ما بيأثر. يلا فوتوا فوتوا. شو فوتوا؟ ما بدنا نمشي. ولكن بلا يلا فوتوا. خلينا نحط بنحط الاغراض بالسياره. الطوقات معكم الاغراض معكم كل شيء معنا. نحط الاغراض بالسياره. بدنا ما بدنا بالبيكنيك ينقصنا شيء لانه لا لا ما راح ينقصنا شيء. لا لا يلا يلا فوتوا خلص فوتوا هلا بنروح. يلا فوتوا. لك يا عم شبوه هذا مش بدنا نروح بيكنيك. لكن بلا بلا يلا فوتوا فوتوا ايش ضيعوا. يلا شو في براس رفقكم حتى انا مش رايحين بيكنيك. احلى بيكنيك بالعالم. فوتوا فوتوا حبيب القلب. فوتوا فوتوا. الطوقات معك سوسو. حطهم يلا حطهم حطهم. هلا بنحط الحصير هون وبنقعد. حط لك ياسر. لا وين البيكنيك؟ وين البيكنيك؟ بدنا نروح. وين بدنا نروح؟ لك ما بدنا نروح نعمل بيكنيك. عشان ما تفرجينا قلنا بتعرف محل بدنا نعمل بيكنيك وما بيكنيك. شوفي احلى من هالمحل. اي محل يا زلمه عم تستلمنا؟ مش شايفها؟ شو شايف؟ منطعني مشوار من اخر الدنيا لاغي 100,000 التزام كرمال تتقلي شايفها. يا تخبرني سامت وهمك. وين بعد في شجره بهالبلد؟ تركوا لنا شجره نقعد تحتها؟ حط حط الاغراض عم حط. في احلى من هالقعده. اقعد اقعد منطقيه. روح جيب المنقل يلا. ليك بس بشرفك هيدا القصر انا بدي اقعد تحت. مش مشكله مش مشكله مش مشكله انا المنقل علي. انا بدي شكر هون. ما توخذنا فهمناك غلط. انا بدي شكر هون. يلا شباب السياخ معك السياخ. كله 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 هون. يلا باع احلى شربوت حبيب قلبي. كوميكاتور كوميكاتور. هاي بونجور. بونجور. ينعاد عليك. عليك يا رب. نفرح منك يا رب. ميرسي كلك دور. باي باي. نفرح منك. ايه شايفين الزواج مقتل بعض يعني.
بونجور. بونجور. ينعاد عليك. وعليك يا رب. نفرح منك إن شاء الله. ميرسي، كلك ذوق. وين هيدا؟ يا رب. ينعاد عليك. وعليك يا رب. نفرح منك يا رب. ميرسي. شو قصتهم كلهم اليوم؟ نفرح منك نفرح منك. أنا اليوم أبصر كيف نبلش نهاري. لا في شيء، في شيء اليوم. وهيدا ليه تأخر؟ صباح جارة. بعد ناقص إيش تقلي تفرح منك؟ هيدا اللي بعد ناقص عن جد. شوفي عن جد كلكم بكل حتف. شايفين الرجال متليين الدلع عم بتقولوا لي نفرح منكم؟ ليه؟ لحظة. ليه؟ لحظة. لحظة. شو بدك؟ شو صار؟ شو أخذي؟ شوفي شو أخذي روقي؟ شوفي وقع 100,000 منك. شو بكي على بكرة الصبح؟ ايه بس هيدا الشيء ما بيمنع ضربك، روح من وجهها. شوف روح. شايفين العرسان متليين الدنيا؟ نفرح منك. طول من امتى تكبر ولا لا لا ها طلع لي فيك في وجهي متقم واللي بيش مالك كمان لك لك كيف رأولك ما راسه ومنخيره بالسما مش اشي سوري 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 بس انا رح وصلك على سيارتك هلا وين صفى باي باركينج روق شوي روق شو لحظه شو هيدا يلا شو بك شو قصته هالبيضة؟ كيفك؟ 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 حرامي! في صوتك حرامي! حرامي! ربعتلي! ولك هلا الحرام بيه هلا واش عم يطلع! عم يطلع! يا خيي شو اختي؟ تعال شوي يلا ها؟ جيت شو؟ شو قلبك؟ كثير موضوع ميرسي اوكي مستاهل اي والله مش بكير يا زلمه بكير كثير بكر بكر عريس شو بدنا نعمل هلا تنجل الجد يا اخي بدنا نوقف حد اهله ونساعده مثل ما ساعده مين كان بقول هيك بكير شوف زهرة عمره يا جورج بكر يا خيي هلا مش حالك زهرة عمره معقول يعني؟ تأسف لا شوف يا عريس هالسين شو عريس هالسين ولا بقى ما عملت عريس هالسين ولا حسستني اني ميت مصبوط ولا يلا نام يا دعان الشباب اي والله بكير عليه شاب بعد بكر وفي عندك ال لك شو بعد عندنا مصاريف هون السياره اللحمه بعجين لبن بدكم تجيبوا مهم شو شو طب انا بايع عشان في كثير يا خيي لحظة بقى في نفس بعد ما حكيو شو عم تعمل الضرب؟ انا نص انا من امبارح ولا كلمة ولي انا ميت احكي من امبارح ولا كلمة شو بدهم شو عم تشربون اذا بدهم تفقد احكوا مشت دق فيي جوز انا يعني شي 4500 كلها بعدها بدها تكلف لك روح السبب انا هاي يلا من الناس يلا من الناس وين خلص يا مش هيك العاده اخر بوصل محقول حمياني البواكير تا انسى هالهموم ما الي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنوره وجزدانه على لون الشاسور اهم شي فضت لي كل جيابي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزانه وحدار الكوميكاتور انا امي قالت لي المستقبل اهم شي
بفلح مثل السطلة وما عم يرفعوا لي شي. ايه والله يا سطلة قد ما صعب الحياة من تعب ولا في ايديور ما بتهر من البيت بس يبلش كوميكاتور كوميكاتور كوميكاتور